حلقة جديدة من برنامج من الجزائر. مساءكم سعيد وطيب مشاهدينا الكرام. أرادوا أن يكون المكان باسم المبشر المسيحي لافيجري، وأردنا أن يكون المكان باسم المحمدية، وكان ما أردنا. وفي المحمدية التي أردناها أن تكون محمدية حقا كان المسجد الأعظم أو جامع الجزائر، وكانت تلك إرادتنا وإرادة الشعب من إرادة الله. المسجد الأعظم ليس تحفة معمارية أو مكانا للعبادة قدر ما هو هوية شعب وإرادة شعب لا يقهر. لقد أراد الاستعمار وأراد أذنابه أن يكون المكان ذكرى للمبشر شارل مارسيال لافيجري، عنوان أحط وأسوأ استعمار عرفته البشرية. ولكنه صار المحمدية، وفي المحمدية مسجدنا الأعظم الذي تقف صومعته العالية تذكر كل الوافدين والمغادرين عبر المتوسط أن هذه البلاد محمدية الدين ومحمدية اللسان ومحمدية الفكر. وفي انتظار أن يصبح هذا الصرح قطبا ثقافيا وإشعاعا حضاريا ودينيا ينهل من مشايخه أجيال وأجيال، فإنه حري بنا اليوم أن نفتخر بالمسجد الأعظم، ويكفينا فخرا أنه اليوم يرفع من عليائه كلمة التوحيد لنقول لمستعمر الأمس ومن يحنون إليه: نحن هنا في لافيجري سابقا وفي المحمدية اليوم وفي مسجدها الأعظم نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المسجد الأعظم صار اليوم واقعا مجسدا رغم أنف الحاقدين والمغرضين ليستقبل 120 ألف مصلي في كل صلاة، لتلامس جباههم أرضا مطهرة بالدماء. وسيبقى المسجد الأعظم حرقة في قلب كل من شوش وعرقل، وستبقى هذه الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه ما حل بها عسر أو ذاق متسع إلا ويسر من الله يتلوه. مساء الخير مشاهدينا الكرام. نتكلم اليوم على التدشين الرسمي لجامع الجزائر من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي حضره ثلة من علماء ومشايخ الأمة من القارة الإفريقية وحتى الأوروبية وحتى الآسيوية. مشايخ عرب وأفارقة حضروا هنا للجزائر من أجل تقاسم فرحة تدشين ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين. أسعد كثيرا أن يحضر معي هنا في الأستوديو الأستاذ يوسف مشرية، رئيس مؤسسة جسور السلام الدولية. مرحبا بك أستاذ يوسف. أهلا وسهلا وبارك الله في كل مشاهدي قناة الوطن. شكرا جزيلا لك. وسيكون معنا عبر خدمة السكايب الأستاذ زكريا مقران، الباحث في الشؤون الاستراتيجية. مرحبا بك أستاذ زكريا. مرحبا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا أستاذ زكريا. أستاذ يوسف، قيل الكثير من الكلام حول جامع الجزائر، اليوم يصبح واقع مجسد، تدشين رسمي من طرف رئيس الجمهورية. قيل الكثير، قلت لما تم التأسيس أو الإعلان عليه، بأنه لماذا لا يبنون فيه مثلا مستشفى أو مدرسة أو جامعة، لماذا فقط يعني مسجد أو جامع؟ وربما الذين قالوا هذا الكلام معروفين بعدائهم للأمة وعدائهم للإسلام وكذا. ما رأيك في هذا الكلام أستاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء شاكر لكم أخي عليلات على هذه الاستضافة والقناة الوطنية، وبارك الله لكم هذا الصرح الإعلامي الذي هو رافد من روافد الإعلام الهادف في الجزائر الجديدة. ابتداء أنا أقول نعم، تدشين جامع الجزائر أو المسجد الأعظم هو تحفة فنية، تحفة معمارية تضاف إلى الصرح الديني والصرح الثقافي لأمة الجزائر، وأعني ما أقول بأمة الجزائر، فنحن أمة أنشئت منذ قرون وقرون، لسنا حديث عهد بعد استقلال قاومنا فيه الاستدمار والاستعمار الفرنسي الصليبي الغاشم. كانت مقدمتك رائعة جدا، نبهت المشاهدين
الشاهدين على مكان وقدسية المكان الذي تم فيه تأسيس جامع الجزائر، ولعلي عايشت هذا التأسيس منذ بدايات التأسيس في المخططات، رغم كان هناك قبل 10 سنوات اقتراحات عديدة كثيرة عن المكان أين يوضع جامع الجزائر، وقد تحفظ على هذا المكان من عديد الأطراف، ولعلي لا تحفظ على هذا المكان. نعم تحفظ على لماذا؟ على الموقع الاستراتيجي للموقع الذي كان فيه، لأن الموقع كما ذكرت أنت كانت هناك دار يزقولها في المحمدية بدار الباباس، يعني مكان هو ما يسمى المركز الرئيسي للآباء البيض الذي أسسه مارسيل لافيجري الذي جاء به من سوريا لينشئ هذه المنظمة الآباء البيض والأخوات البيض التي تبشر الجزائريين وعموم إفريقيا. ولكن شاءت حكمة الله وشاء قدر الله أن يكون هذا المكان الذي هو حوض الجزائري في منتصف حوض الجزائر الذي عايش ما عايش من بطولات هذا الشعب الأبي، وعايش ما عايش من بطولات هذه الأمة العظيمة، لأن هذا الحوض قد صد عشرات ومئات الغزوات الصليبية التي كانت تأتي من إسبانيا وتأتي من البرتغال وتأتي من عموم أوروبا. وبالتالي أعتقد على أن تدشين جامع الجزائري في هذا اللحظة، وعلى ما أعتقد أو أذكر هناك مجزرة العوفي التي حصلت مع شالكان وغرق الأسطول البحري يوم الحراج، يعني نعم في أمام الوادي هنا وفقد يومها تاجه بإرادة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أقول أن رمزية جامع الجزائر في هذا المكان رمزية قوية جدا، يأتي في ضمن الهلال الموجود، لأن منذ استقلال الجزائري حتى في عهد الراحل الرئيس بومدين قدس الله سره وطيب الله ثراه، حينما أنشأ أول ثانوية وأول جامعة للتعليم الأصلي الديني وهي جامعة خروبة حاليا، وكان تنوية بلكين يومها، زائد مقر وزارة الشؤون الدينية وجامع الجزائر، كلها تصنع هذا الهلال الجزائري وهذا الهلال الحضاري وهذا الهلال الديني. وبالتالي أعتقد يعني كل الأمور مقصودة، لم تأتي أكيد عربة. شوف رمزية الأمور مهمة جدا في تاريخ الأمم الأخيرة، وبالتالي ليس هناك شيء اعتباطي حتى في رمزية دعوات الضيوف من حضروا الليلة، فيه رسالة قوية جدا. خطاب الرئيس كان مشفر لمن يفهمه، خطاب الرئيس ركز على وسطية واعتدال إسلام الجزائر، ركز على المكتبة التي تحوي أكثر من 1,000,000 عنوان، وهي أكبر مكتبة في العالم العربي والعالم الإسلامي، على أن تحفظ من الاختراق واختراق الخارجي. كل هذا لها رمزية في تدشين جامع الجزائر في هذه المبارك، واليوم 15 من شعبان المبارك نصفية، يعني نعم نصفية، يعني كل شيء مقصود. أستاذ زكريا مقران، أهمية جامع الجزائر اليوم، التدشين الرسمي بعد سنوات عديدة، اليوم يأتي هذا التدشين، أهمية هذا المسجد، وأنت الإنسان الباحث في شؤون الاستراتيجية أستاذ زكريا. أولاً وقبل كل شيء تحية لك وتحية لضيفك الكريم الدكتور وكل المشاهدين الكرام. اليوم الموعود، ونقول مبروك للشعب الجزائري والأمة الجزائرية التي هي جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية الكبيرة مترامية الأطراف. تدشين المسجد اليوم كان يعني سبحان الله كان يعني في زمن مهم جداً سيدي الكريم، في زمن أين فيه صراعات كبيرة يعني باسم الاعتقاد باسم الدين حتى من الدول الكبرى، لأن كل ما يحركه هو الدين والاعتقاد. فتدشين الجزائر لهذا الصرح اليوم، ونشكر كثير رئيس الجمهورية ولتدشين هذا الصرح العظيم الذي سوف يعيد للجزائر وللأمة الإسلامية صرحا جديدا، لأن الصرح القديم كان في الهند وكان في مصر، نعم، وقد حورب ودمر وأزيل يعني تماما من إثراء الفكر الديني، الفكر العقائدي، الفكر التبياني للأمة، والتي من خلاله يعني رأينا أن الأمة ضاعت بين ذاك وذلك. ولهذا اليوم الجزائر سوف تصبح إن شاء الله تصبح صرحا عظيما وكبيرا، وخاصة من الناحية الاستراتيجية، لأن الكل يدعي الولاء لدينه ولاعتقاداته في العالم، والصراعات كلها في العالم تبنى على الاعتقاد، كما هي عند اليهود والنصارى وأهل مجرة. طيب، فصرح الجزائر اليوم إنها رسالة مشفرة إلى العالم كله أن الجزائر
سوف تكون منارة الفكر الصحيح، الفكر الوسطي، الفكر الإسلامي الصحيح، لأن الجزائر بعقيدتها الثورية، العقيدة السياسية في الجزائر عقيدة ثورية، والثورة قامت على الله أكبر وتحيا الجزائر. طيب أستاذ يوسف مشري، حضر الكثير من الشخصيات الدينية سواء إفريقية وأوروبية وحتى آسيوية عربية وكثر، ما هي الرسالة التي ربما التي نبعثها من خلال هذه الجنسيات التي حضرت، علماء ومشايخ دين وغيرهم وطلبة وغيرهم؟ أستاذ يوسف، صحيح، ابتداء هو عمادة حينما السيد الرئيس الجمهورية أشرف على تدشين مسجد أو جامع الجزائري وضع عمادة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية، وهذه رسالة مهمة جدا، بمعنى أن هذا القطب الديني وهذا القطب الحضاري والقطب الروحي له رمزيته كبيرة جدا، فلولا قدوسية الحرمين الشريفين الحرم المكي لكان هو الأول، ولكن هو الأول في أعلى منارة في العالم الإسلامي، 265 متر و 40 طابق كلها متحفا تحكي تاريخ الجزائري الذي يضرب في قرون وقرون من هذه الأمة العظيمة. ثانيا، عمادة الجزائر وقانون الذي ينظم جامع الجزائر يعني هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية تكفل وتعتمد على الإشعاع الحضاري، بمعنى سيكون قطبا يقود كل المنارات الحضارية والدينية المتواجدة في إفريقيا، ناهيك عن الحوض المتوسط لأن هذه المنطقة حساسة جدا، وكما أسلف الدكتور عبر تقنية سكايب، بما أن الآن كل الصراعات الموجودة حاليا هي صراع تغلب بغلاف اعتقادي، بغلاف إيديولوجي، بغلاف ديني بين قوسين. كذلك الحضور من حضر، وأشكر هنا عمادة الجزائر على رأسها الشيخ مأمون القاسمي الذي ينتمي إلى الطريقة والزاوية الرحمانية، وما أدراك ما الزاوية الرحمانية التي كل شيوخ المقاومة الشعبية ضد الاستدمار والاستعمار الفرنسي كانوا رحمانيون، المقراني، الحداد، فاطمة اللنسومر وغيرهم، وغيرهم كانوا من هذه الطريقة التي تجمع ما بين الكتاب الهادي والسيف الناصري، وهذه هي عقيدة الجزائر. بمعنى حينما نقول الصوفية، ليس الصوفية تقبيل الأيادي والانحناء الرؤوس أمام سيدنا، ليست بدع وليست خرافات، نعم، وليس هناك ولاء إلا لله رب العالمين. حتى في معماريته الفنية وفي هندسته المعمارية منارتنا واحدة، بمعنى وهذا تراث مغاربي جزائري موروث كابر عن كابر. انظر إلى مسجد الكبير بساحة الشهداء، انظر إلى مسجد الكبير في تلمسان وفي مغني، وهي من أقدم مساجد الجزائر، ناهيك عن مسجد موجود في العين، منارة واحدة كناية عن توحيد الله وإفراد الله بالوحدانية. ثم الضيوف الذين دعوا إلى هذا التدشين ضيوفا من مختلف العالم الإسلامي، هناك مفتي الشيخ نفيع الله عاشيروف من مفتي روسيا، وشاءت حكمة الله أن هذا المفتي يدرس في جامعة الأمير عبد القادر الجزائري بقسنطينة، تصور، كذلك مفتي ليتوانيا، كذلك مفتي جمهورية مصر العربية، وكأنه فيه عربون على التواصل بين الأزهر الشريف وجامع الجزائر، كذلك حضر عميد جامع الجزائر موجود في باريس، وفيه رمزية على اهتمامنا بجاليتنا المسلمة المتواجدة في أوروبا، وخاصة في فرنسا تعد بالملايين، بمعنى أن هذا القطب حينما تؤذن منارته يرى النور في مدينة مارسيليا كما قيل. طيب، أذهب معك أستاذ، وأنت الخبير الاستراتيجي، يعني لماذا هذا ربما هذا التدشين يزعج البعض، وهل يزعج البعض، وهل جاء هذا المسجد الجزائري الذي يرسخ للمرجعية الدينية المرجعية الوسطية جاء ليزاحم البعض؟ يعني نعم سيدي، لأن في حقيقة الأمور وفي دهاليز السياسة الدولية الإسلام هو المعني بالأمر، هو المحارب سيدي، المحارب في الفكر الإسلامي الصحيح الوسطي، يحارب بالإعلام الدولي، يحارب بأثارة الفتن، يحارب الفكر الإسلامي، يحارب فكر الشعوب، فكر الأمة الجزائرية والأمة الإسلامية يعني بصفة عامة، لأن الإسلام هو القاعدة، هو القواعد التي نشأت عليها الأمة، طيب، وبه نستنير وننير أيضا في نفس الوقت. الإسلام الوسطي الصحيح البعيد على كل شكل من أشكال التطرف وأشكال
احنا نقول يعني اشكال النعرات الاعتقاديه هنا وهناك والحزبيه ووضع الدين في قالب صغير جدا وحصره بين الجدران او في مكاتب او في دهاليز اخرى. احنا في الجزائر هذا الصرح العظيم يعني صراحه راح يكون مناره استراتيجيه وتكون رساله موجهه الى الذين يعني الذين يغرسون بذور الفكر والتشكيك في الإسلام والتشكيك في الفكر الإسلامي أنه فكر متخلف لا يصلح لهذا الزمان ولا المكان. وكثير من الأمور يعني شفناها يعني رأيناها في المجتمعات العربية والإسلامية. فجاء هذا الصرح سيد الكريم لإعادة لحمة الفكر الدين الصحيح الدين الجامع للأمة كلها، لأن الجزائر ستوفى تكون من ناحية استراتيجية منارة لكل الأفارقة الذين يحتاجون هم في أمس الحاجة إلى فكر إلى تجديد دين هذه الأمة، تجديد عبر وسائل جديدة عبر فكر جديد. ونتمنى من رئاسة الجمهورية المحترمين يعني والمشرفين على الدولة الجزائرية المحترمة أن يبذلوا قصارى جهدهم سيدي الكريم لإعادة إحياء فكر مجدد يتماشى وهذا الزمن والمعطيات والمستحدثات كلها، لأن يعني حتى ثورتنا وثورة نوفمبر كلها كانت مبنية على الاعتقاد الصحيح على الدين على توحيد الله وأن لا نزيغ عن الطريق. لأن لو نرى في الدول العربية مثلا العربية خاصة يعني في فتن كبيرة في حروب في حتى الغرب بنفسه يعني أصبح يعني يصنع من هذا الدين من هذا الفكر الإسلامي حركات جهادية حركات فتنة حركات القتل والتدمير، وهو الذي صنعها لأن الفكر هنا قاصر. نحن بأتم يعني بأمس حاجة إلى تجديد الفكر وتجديد الفكر الصحيح الذي يقود الأمة إلى الأعلى ويقودها على الطريق المستقيم الذي أراده الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة أن تستقيم أحوالها. ممتاز. قضية تجديد الفكر منارة أو مسجد الجزائر ربما سيتيح هذه الفرصة. للأسف عندنا لدينا علماء ومشايخ كثر في الجزائر ولكن ليس لديهم مقام كمقام مسجد الجزائر. اليوم عندنا مسجد يستطيع أن يجتمع فيها هؤلاء كلهم ويؤسسوا ربما لفكر جديد، يعني كما قال الأستاذ. وشوف وهل نحن فعلا بحاجة إلى فكر جديد؟ يعني نعم، لعل البعض لا يفهم هذا المصطلح، يعني بمعنى ربما قد يكون هو تجديد للخطاب الخطاب الديني الذي يتماشى مع الزمن كان مع الزمان والمكان كما يقال. لا شك على أن جامع الجزائر أو الجامع الجزائر الذي هو كان وفق استراتيجية مدروسة من علماء الجزائر ومن مفكريها ومن ساساتها ومن قادتها منذ الاستقلال على تأسيس مساجد أقطاب عبر كل ولايات الوطن، ويقود هذه المساجد الأقطاب المسجد الأكبر وهو جامع الجزائر. جامع الجزائر مش فقط قاعة للصلاة كما يظن البعض وكما روج له المرجفون في المدينة. في كل مناسبة، بل جامع الجزائر هو منارة ثقافية علمية دينية سياحية، وهو رافد من روافد الاقتصاد الوطني. هذه نقطة مهمة جدا، بمعنى فيه دار القرآن وفيه محدا للدراسات الاستراتيجية دراسات الماستر ودراسة الدكتوراه، بمعنى سيكون هذا أفاق للفكر. لأن كما أشار الأستاذ أصبح الآن الدين الإسلامي فزاعة في يد دوائر ومخابر عالمية، فلا مانيبيلاسيون يعني تسيره كيفما تشاء. ورأينا كيف شوه صورة الإسلام في الغرب وكيف كلما ذكر الإرهاب ذكر الإسلام. لذلك أشار السيد الرئيس في خطابه على أن هذه المناصب تكون مرارة للوسطية والاعتدال. نحن من ساهمنا في بناء الحضارة الإنسانية، قد عمر أسلافنا، قد عمر طارق بن زياد الذي جاء من سقهراس وخنشل وغيرها وذهب إلى الأندلس مع رفقائه ليكمل مسيرة الرسالة المحمدية، وعمرنا 8 قرون و10 سنوات. نحن كنا أشعنا الحضارة الغربية بجامعات في قرطبة وغرنطة وطريطلة وغيرها، وصلنا إلى باريس على 70 كيلومتر في مدينة بواتين. كل هذا سيعيد لهذه التحفة الحضارية هذا الإشعاع.
الساعات معنى تجديد الخطاب الديني، بمعنى أن هؤلاء حينما أشار الرئيس إلى إنشاء ما يسمى بمركز الصيرفة الإسلامية، وهذا مهم جدا في رسالته، بمعنى أننا وقد وهذه المسألة كانت غير مقبولة قبل سنوات، لكن الحمد لله كل بنوك الجزائر تحوي فرعا للصيرفة الإسلامية ويكون مركز للدراسات للاقتصاد الإسلامي البديل الذي يساهم في بناء الاقتصاد الوطني. أعد أيضا طرح عليك نفس السؤال، قضية أن البعض كما قلت أنت المرجفون في المدينة أو المغالطون انزعجوا من التدشين، حتى انزعجوا من البناء أصلا. نعم. من البناء أصلا في بدايته. هل يزعج البعض؟ هو مسجد، نعم هو تحفة هو إشعاع وكذا، ولكن لماذا ينزعج هؤلاء؟ هل لأن المسجد سيكون له استقطاب كبير للأفارقة للعرب للمسلمين حتى للأوروبيين؟ أكيد. أم ماذا يعني؟ لماذا أنزعج هؤلاء؟ الجزائر هي بشهادة والحق ما شهد به الخصوم والأعداء، بشهادة الغير على أنها قوة إقليمية ضاربة في إفريقيا. هذه الجزائر. نعم. الجزائر هي من تقود إفريقيا الآن. الجزائر الآن تعيش رهانات، تعيش تحديات إقليمية وتحديات دولية. كل حدود الجزائر على خط النار في منطقة الساحل وجنوب الصحراء. انظر ماذا يقع في مالي، انظر ماذا يقع في النيجر، ماذا يقع في ليبيا، ماذا يقع في تشاد، ماذا يقع في نيجيريا، ماذا يقع في بوركينا فاسو، كلها على حدود النار. انظر ماذا يقع لنا، ابتلينا بجار سوء والعياذ بالله تعالى. قد طبع مع كيان عبري كيان صهني لم يرعى حرمة مسجد ولا كنيسة ولا طفل ولا شيخ كبير. وبالتالي هذه الجزائر، جزائر الشهداء التي تركها عقبة بن نافع وغيره من الصحابة الكرام، هي وقف لله تعالى وأمانة، هي أمانة عميروش وأمانة بلمهيدي وأمانة كل المقاومات الشعبية الزعاطشة وبعمامة والأمير عبد القادر وابن بديس الإبراهيمي. وبالتالي هذا المسجد وهذا المنار هو الذي يقلق هؤلاء. لماذا لم يقلقهم حينما أحرقت نوتردام في باريس وساهموا في بنائها؟ لأنهم يدركون جيدا أن هوية الجزائر هي هوية المحمدية كما أسلفت في مقدمتك. فيا محمد مبروك لك، الجزائر قد ولت لك. نبقى في هذا الموضوع أستاذ زكريا مقران، ما هو المنتظر من مسجد الجزائر أو جامع الجزائر أن يلعبه من أدوار في منطقة الساحل لتجنيب منطقة الساحل الخطر؟ أنت تعرف بأن الآن منطقة الساحل خاصة محل هدف أو محل نار من طرف الكيان المحتل وبعض الدول الوظيفية التي تحاول أن تلعب بشكل قذر في هذه المنطقة. نعم سيد، يعني لو نرجع قليلا إلى المنهجية الأمم الأعداء الأمم الأخرى في كيفية تحييد الفكر الديني والمنارة الدينية من الاعتقاد في المجتمعات الإسلامية، لأنهم بفكرة الحضارة أو بطرح صورة أخرى للحريات ولحقوق الإنسان وحقوق كذا وكذا، فذلك تغليط وتحييد لمنهج القرآن العظيم وتحييد لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما يضرب فكر الأمة في الصميم فتتشتت كل قوى الأمة، فتصبح يعني في آخر المطاف متناحرة متصارعة فيما بينها باسم الدين. إذن الموقع الجزائر هو موقع مسؤولية كبيرة جدا، لأن شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، والعروبة هنا ليست عروبة أنني عربي الأصل، بل نحن قبائل ونحن أمازيغ عربنا الإسلام من الأخير. ومن ناحية استراتيجية أن الجزائر تستطيع أن يعني أن تساهم في إطراء فكر جديد لشعوب المنطقة كلها، فهي في حبس الحاجة إلى إعادة التدريس وإعادة البيان والتبيان في السياسة، في الاعتقاد، في التلاحم، في التضامن، في كل مناحي الحياة. وإذا صلح ورشد فكر الأمة أو حتى في الجزائر نفسها في بلادنا، يعني من بلادنا، ثم نرمي بكل هذا الزخم الثقافي الهوية نرمي بها إلى أطراف منطقتنا الواسعة، على الأقل فسوف نكسب الكثير. وهذه عبارة يعني عن احنا نقول الدبلوماسية الدينية أيضا مثلها مثل الدبلوماسية السياسية والدبلوماسية الاقتصادية سيد الكريم، ولا بد أن نركز على هذا المنهج، لأن الكل يعني المسؤولين وحتى الشعوب في الأفارقة وفي منطقتنا في العمق الاستراتيجي بحاجة الحاجة إلى توضيح الفكر وتوضيح الأفكار من أجل
نستغلها في تطوير علاقاتنا، في التضامن والتوحد، يعني لأن الدين جامع لا مفرق. الدين هو كما يقول يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، هو الدين الموحد لكل الأعراق، فهو يمحي التعصبية والقبلية وكل هذا الأمور. فإذا بنا نحن أمة واحدة نعتصم بحبل الله ونتكل على الله. فعلا أستاذ يوسف، أنت كنت الأمين العام سابق لرابطة علماء دول الساحل، مهم جدا هذه، خاصة نحن لدينا الزوايا، مثلا الزاوية التجانية، الزاوية القادرية الرحمانية، لديها نفوذ في هذه الدول، في السنغال، في النيجر، في أهمية اليوم جامع الجزائر أيضا في إيجاد حلول واستقطاب مثلا طلبة أفارقة وغير ذلك. كيف يمكن أن يلعب هذا المسجد الجزائر هذا الدور؟ لقد قال أحد أحرار إفريقيا في خمسينيات القرن الماضي، قال إذا كان للمسلمين قبلة وهي مكة المكرمة، وإذا كان للمسيحيين قبلة وهو الفاتيكان، فإن للأحرار في العالم قبلة وهي الجزائر، فهي قبلة الأحرار ومكة الثوار كما يقال. صحيح نحن ساهمنا في تحرير شعوب إفريقيا، وساهمنا في تكوين إطاراتها وتكوين كوادرها في جولة عبر دول إفريقيا، مثلا في السنغال أو في تشاد أو في المالي أو في النيجر، معظم كوادر تلكم الدول قد تكونوا في جامعات الجزائر، في القطاع السياسي، في القطاع الإداري، في القطاع العسكري، في القطاع الأمني، في القطاع الإداري وغيرها، في القضاء وغيرها. وبالتالي حتى في عمق التاريخ الجزائر هي من أدخلت الإسلام إلى عموم إفريقيا. سيد الكريم ليس بحد السيف وإنما بالكلمة الطيبة، حينما يأتي رجل مثل سيدي محمد عبد الكريم المغيري القادري، يأتي من تلمسانة وتزوج بعبد الرحمن القطب سيدي عبد الرحمن الثعالب وأعطاها ابنته، وكان بجائيا زواويا، ثم ذهب إلى تمنطيطة بالدرارة، ثم عرج إلى طنبوكتو في مالي، ثم صار مفتيا لملك منطقة الهوسة في شمال نيجيريا في كانو سوكوتو. فمعنى هذا أن هذا الخط الذي كان خط الذهب والحرير صار خط العلم، هذا لابد أن يعاد. لذلك عموم مسلمي إفريقيا من طريقة التجانية وكثير من الأفارقة للأسف شديد لا يعرفون على أن مهد الطريقة التجانية هو منطقة عين ماضي بالأغواط، لأن المخزن لعب على الكذب وقال على أن الطريقة هي طريقة مغربية. ضيف إلى ذلك الطريقة السنوسية في ليبيا وهي طريقة جزائرية من منطقة المصغان ومعين تيموشنت، فكل هذه الروافد تساهم على أن تكون الجزائر رائدة في دعم هذا المسار الثقافي. هل ما زالت الدبلوماسية الدينية نافذة؟ ما زالت لديها كلمة نستطيع إن الدبلوماسية الدينية في إفريقيا هي من تصنع الرؤساء سيدي الكريم، ما زالت لحد الساعة. نعم، لا يكون رئيسا في إفريقيا في مالي ولا في النيجر ولا في نيجيريا إذا لم تباركه الطريقة الصوفية هناك، تجانية كانت أو مريدية أو سنوسية أو قادرية أو كونتية، فلا رئيس بعدها. وبالتالي وكل هذه الطرق شاءت حكمة الله أن تكون في مهدها وفي وضعها جزائرية محضة. بل حتى المصحف سيد الكريم، هل تعلم على أن المصحف الذي كان يقرأه الأسلاف في السنغال وفي نيجيريا وفي مالي وفي بوركينا فاسو كان يسمى بمصحف الجزائر، لأنه كتب بالخط العثماني وبالخط المغاربي الرودوسي عن طريقة ورشي من طريق الأزرق، من نافع عن طريق الأزرق. وكل هذه الروافد لابد أن نساهم فيها ونعيد فيها. وأنا بهذه المناسبة أشكر السيد الرئيس الجمهورية على أنه أمر بطباعة هذا المصحف مرة ويوزع على عموم إفريقيا، وكل هذا يساهم في الدبلوماسية. ولكن لابد من مرافقة، لأن هناك محاولة اختراق عبري صهيوني عبر دول وظيفية في المنطقة حتى يكون هناك تطبيع ديني، وبالتالي على الجزائر أن ترافق عبر علمائها ومشايخها ومؤسساتها الدينية الرسمية وغير رسمية حتى تعود لها هذا الدور الريادي في المنطقة. دور الريادي في المنطقة، بمعنى يجب أيضا أن تذهب الجزائر إلى القصوى الأخرى في استغلال الدبلوماسية الدينية، الدبلوماسية الناعمة إن صح التعبير، خاصة وأن الظروف أستاذ زكريا مقران تقتضي ذلك بشكل استعجالي. أستاذ، أنت تعرف ماذا يحصل الآن في مالي ومع الجماعة الإنقلابيين، وفي النيجر هناك انقلاب ومرحلة انتقالية،
يجب أن نمر للسرعة الأخرى أستاذ زكريا في الدبلوماسية الدينية، ما دام أن لدينا اليوم صرح ديني هام ومهم جدا هو جامع الجزائر. الجزائر، نعم سيدي. بالإشارة فقط، في بعض بلدان الخليج العربي الآن هناك يعني مبشرين، يعني من تحت، احنا نقول من تحت الطاولة، وهناك معتمدين أجانب من أمريكا وأوروبا يؤطرون لمناهج تربوية، يعني مناهج تربوية للتلاميذ والأطفال هناك سيدي الكريم، ويعني والهدف من هذا هو تحييدهم على الفكر الذي نشأوا عليه وعلى الهوية والعقيدة الصحيحة. طيب بالنسبة للجزائر، يعني رغم كل التيارات، احنا نقول الزاوية الرحمانية والتيجانية والمنهج الصوفي، كلنا نصب في سراج واحد سيدي الكريم. السراج هو ان هو عماده التضامن، وعنام التضامن تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأننا نحن أمة واحدة لا نسفك دماء بعضنا البعض ولا يعني نعتدي على بعضنا البعض. وهذه هي من قواعد الدبلوماسية الدينية، أن الله أو ديننا حرم على على المسلم دم أخيه المسلم، ولا ماله ولا أرضه ولا حتى تدخل في شؤونه الداخلية إلا بإذن. فإذا لابد من الدبلوماسية الدينية أن تكون في مستوى الأحداث العالمية الآن التي برزت، وكلها مبنية على اعتقادات دينية لا يهمنا خاطئة أو مخطئة. أو يعني انظر مثلا سيد الكريم، هذا المشاهد الكريم ليعلمها ما معنى حتى الصهيونية العالمية. شو معنى الصهيونية العالمية؟ هو لقاء بين المتطرفين المتشددين اليهود والمتطرفين المتشددين المسيحيين، فأنشأوا فكرا جديدا فجعلوا منه دينا وصرحا فغزوا به العالم، وهذا بإجرام ولخدمة مصالحهم في العالم كله. ولماذا الجزائر عندنا تلاميذ، عندنا علماء، عندنا علماء في المستوى، يعني أنا أعرف هذا، ولا نتكلم على من يعني من رحلوا من هذه الدنيا، عندنا علماء في المستوى، وعندنا حتى نستطيع حتى أن نذهب إلى الخليج العربي وإلى دول إسلامية أخرى. صرح الجزائر اليوم الذي دشنه السيد الرئيس عبد المجيد تبون، يعني راه محظوظ جدا سيد الرئيس، شكرا لك، وإنك محظوظ جدا أن شاءت الأقدار أن تقف اليوم بجسدك وروحك في تنشيل صرح منارة جديدة. نتمنى منها أن تكون مركز إشعاع للعالم الإسلامي، ليس فقط لمالي والنيجر، ولخدمة الأمة في حد ذاتها، ليس لأمور سياسية طارئة مؤقتة تزول مع زوال، يعني تزول هذه الأمور مع زوال مسبباتها وأسبابها سيدي الكريم، لتكون الجزائر ولترجع إلى الطريق الصحيح الذي بناه أجدادنا وبناه يعني رجال العلم والعلماء في الماضي، ولنقوم أنفسنا ونكون منارة إشعاع فكر جديد واستحداث الوسائل الجديدة في هذا القرن، لنكون الرائدين ثقافيا والحفاظ على هوية الأمة، لأن هذا الصرح سيد الكريم ليس ملك الجزائر وحدها، سيغير المعادلة كثيرا. أستاذ يوسف مشرية، جامع الجزائر على المستوى الديني، على المستوى العقائدي، خاصة أيضا الحفاظ على المرجعية الدينية الوسطية المعتدلة في ظل عالم متطرف. أنت تعرف الآن ما يجري مثلا في الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية العالمية بشكل متطرف، يذبحوا الليل النهار ولا أحد يعني يزاحمهم ولا أحد يقول لهم لا ولا أو توقفوا. سيغير شيء ما أم أننا نبالغ إن قلنا هذا الكلام، لأنه كان في وقت سابق أيضا هناك جامع الزيتونة والأزهر وغيره؟ لا، شوف سيدي الكريم، هو شوف الآن جامع الجزائر الأعظم أو المسجد الجزائر الأعظم هو منارة جاءت في وقتها، لأننا مقبلون على عالم جديد، عالم ما بعد حرب، ما بعد كورونا، عالم ما بعد حرب أوكرانيا، عالم ما بعد الحرب على غزة. وبالتالي كما قال أخونا المتدخل هنا، على أن كل الصراعات الآن موجودة في العالم صراعات مغلفة بطابع ديني. رأيت كيف أنا بلينكن حينما بعد 7 أكتوبر جاء قال لم أأتيكم أنا كمواطن أمريكي أو كدبلوماسي أمريكي، إنما جيتم كمواطن يهودي، فأشار إلى الديانة اليهودية
اليهودية وإلى العرق اليهودي مسندا. وبالتالي أعتقد هذا الصرح العظيم هو صرح ليس فقط جزائري، هو صرح إقليمي وصرح دولي، بمعنى يقود إفريقيا إلى 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 بر الأمان، كذلك يساهم في الصناعة الفكرية في الحوض المتوسط، لأن الإسلام أصبح لابد أن نذكر أن الإسلام هو الديانة الأولى المطبقة في الغرب، في الغرب عموما، في أوروبا عموما، بمعنى سيفغيكو الكاثوليكية هي الديانة الأصلية كذا، لكن الذي يطبق في رقم واحد في أوروبا هو الإسلام، لذلك كل التهم وكل أصابع تشير إلى الإسلام وتريد تلطيقه وتريد تشويه صورته. وبالتالي جاء معلم جامع الجزائر في هذه اللحظة كرمزية قوية جدا، مش فقط قاعة للصلاة، إنما كمركز لبحث، كمركز جامعي للدراسات العليا، دراسات الفكر الإسلامي، دراسات كذلك للبحث الإسلامي، كذلك في البدائل وغيرها. وبالتالي أعتقد على أن ما قامت به الجزائر، وكذلك إشراف سيد الرئيس على متابعته شخصيا منذ اللبنة الأولى إلى نهايتها، فيه رمزية قوية جدا. كان يمكن أن يكون جامع الجزائر تابع لوزارة شؤون دين الأوقاف كباقي مساجد الوطن 16,000 مسجد، ولكن صار جامع الجزائر صار له عمادة قائمة بذاتها، لها استقلاليتها، لها سيادتها، لها رؤيتها، لها قانونها صادر في الجريدة الرسمية. كل هذا يؤسس وفق خطة استراتيجية بعيدة المدى ومتوسط المدى لصناعة هذا الفكر الجزائري. العمل بدأ اليوم أستاذ يوسف المشري. أكيد العمل. هل يجب أن نعمل على أنه نعمل بالاسم فقط الآن لدينا جامع الجزائر وكفى، أم يجب وضع خطط استراتيجية استشرافية، كيف يجب أن نعمل، كيف يجب أن نستقطب، كيف يجب أن نغوص في أدغال إفريقيا وأوروبا؟ نعم. أم يجب هكذا فقط؟ هو الدبلوماسية الدينية والدبلوماسية الروحية لابد أن تكون قوية في المنطقة سيدي الكريم. الجزائر دائما قالت وأرادت، وهي يعني معادلة قوية جدا في المنطقة، نحن من يصنع التوازن إقليميا، التوازن صنعناه في ليبيا، نصنعه في منطقة الساحل وجنوب الصحراء، رغم محاولة الاختراق ببعض الدول الوظيفية بإعاز من الكيان العبري الصهيوني، ولكن رغم ذلك لله الحمد والمنة، رغم وجود المخلصين والشرفاء والأحرار في هذا البلد الذي سقيت تربته بدماء ملايين الشهداء الطاهرة، هي التي تجعل على أننا لابد أن يكون هناك فروع لجامع الجزائر في العمق الإفريقي سيدي الكريم. فروع. نعم، مهم جدا أن تصنع فرعا في أغاداس في النيجر، أن تصنع فرعا في كيدال، أن تصنع فرعا في بوركينا، في موريتانيا وغير ذلك من هذه الحواضر العلمية، وهذا هو العمق. هذا ما أردت أن أقوله، هذا هو هيك. وفي الضفة الشمالية كذلك، في أوروبا في باريس، في إسبانيا وغيرها، كل هذا يساهم في هذا التأطير وفي هذه الاستراتيجية المهمة جدا. إذن أستاذ زكريا، حتى أختم هذه الحلقة، مهام كبيرة تنتظر مسجد الجزائر، سواء على المستوى الديني، المستوى الإقليمي، مستوى حتى على المستوى السياحي. يعني ليس المسجد الجزائر ليس لإقامة الصلوات فقط، نعم هو لإقامة الصلاة، ولكن أيضا عنده مهام أخرى كبيرة تنتظره. نعم سيدي، في كناية، يعني شوف، المسجد الأعظم لأعظم أمة، لنأخذ بهذا الشعار، المسجد الأعظم الأول في العالم بعد الحرمين، نسميه المسجد الأعظم لأعظم أمة محمد. لا بد من تشجيع الكوادر والعلماء والباحثين سيدي الكريم، وأن نجعل منه منارة للقاء علمي فكري بين علماء الأمة الإسلامية. وكما أشار الأستاذ ضيف دكتور، أن لابد أيضا أن ننشئ فروع في دول إسلامية، يعني على الأقل في محيطنا أو العمق الاستراتيجي، الدول المحيطة بالجزائر. فأعظم أمة تحتاج إلى تجديد منارة وصرح جديد لتتبعه، فهذا هو الحبل السري الذي يجب أن نتمسك به، تتمسك به الأمة الجمعاء، وتستوي على فكر واحد، فكر وسطي معتدل، وحتى الصرح نفسه في
مكان المحمدية، وهي إشارة يعني شوف الأقدار أن المحمدية هي نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا لك أستاذ زكريا، وكلنا محمديون. شكرا جزيلا لك أستاذ زكريا مقران. أمدح أيضا كلمة الأخيرة للأستاذ يوسف مشرية، إذا كان لديك أستاذ يوسف مشرية منتظر. نعم. يعني والمأمول إن شاء الله بحول الله عز وجل مقبلون على هذا التدشين العظيم. رمضان سيأتي والجزائر سوف يشع فيها قراء الجزائري ومقرئوها عبر هذه المنارة الجالية مقبلة جدا في رمضان عبر خطة قامت بها الدولة، سيكون صرحا عظيما حضاريا فنيا إداريا، وهذا لله الحمد والمنة. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف بشرية، رئيس مؤسسة جسور السلام الدولية. شكرا جزيلا لك. والباحث في شؤون الاستراتيجية الأستاذ زكريا مقران كان معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. نلتقي غدا إن شاء الله في مواضيع جديدة. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام.